السعادة في افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الجديد استعدادا لخليجي البصرة كانت واضحة على الجميع، فالوسط الإعلامي والمختص بالشأن الرياضي لم تختلف فرحته عن فرحة لاعبي وجمهور الميناء. جمهور الرياضي جمهور البصرة استبشر خيرا بافتتاح ملعب الميناء العتيد، هاي القلعة الكبيرة التي لنا فيها ذكريات من أجمل المباريات اللي عشناها بالفترة السابقة. اليوم الافتتاح والحضور الجماهيري حقيقة مفرح للغاية، هي اليوم بروفة أولى حقيقية من أجل استضافة مباريات بطولة خليجي 25. نتأمل خيرا وتوسم بالجماهير الحفاظ على هذا الملعب الكبير من أجل الاتمام به لاستضافة مباريات أخرى، مباريات دولية على مستوى تنظيم بطولات أو ما شابه ذلك. شكرا لحضور قناة الوطن قناة العراقية. الصراحة هاي القناة قدمت جهود كبيرة منذ أيام قبل افتتاح هذا الملعب. اليوم البصرة تشهد افتتاح تحفة فنية معمارية جميلة تضاف إلى الملاعب اللي موجودة بالبصرة، خصوصا وأن البصرة مقبلة على استضافة بطولة خليجي 25 إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا الملعب سيكون الإضافة الجميلة لبقية الملاعب، نأمل أن تتكرر تجربة ملعب الميناء بقية المحافظات اللي موجودة يعني اللي موجودة ببلدنا العزيز. إن شاء الله ستكون بطولة ناجحة والبصرة تنتظركم يعني للبطولة. اليوم طبعا جمهور البصرة فخور بهكذا تحفة معمارية رياضية لمدينة البصرة. البصرة الحقيقة تستحق هكذا منشآت رياضية في أراضيها باعتبارها مدينة الرياضة والأدب والثقافة والعلوم، وكذلك هي البوابة الاقتصادية للعراق، لذلك البصرة تستحق أكثر. هذا اليوم شهدنا افتتاح مهم جدا، تنسيق عالي، نشكر وزارة الشباب والرياضة، المحافظة، اللجنة الأولمبية، كل الجهات التي سعت لترميم هكذا منشأة رياضية مهمة في محافظة البصرة. الرياضة البصرية أنجبت العديد من رواد الرياضة في العراق، كان لهم تاريخ مهم في المحافل الدولية والعالمية والعربية. اليوم في الحقيقة البصرة سأعتقد هذه هي انطلاقة أولى للرياضة في هذه المدينة الرياضية، وسنشهد حتما المزيد من الفعاليات الرياضية لمحافظة البصرة باعتبارها محافظة حاضنة لخيرات العراق ولثقافة العراق ولرياضة العراق أيضا.